بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنبدأ مع بعض النهاردة الإصحاح رقم 13 في سفر حزقيال. بس علشان اللي نسي أو اللي لسه جاي يعرف يتابع، تعالوا نفتكر إيه اللي حصل قبل كده في سفر حزقيال. حزقيال واحد متاخد في السبي وقاعد في العراق في البابل. والجزء اللي فات بما فيه الإصحاح بتاع النهاردة، الإصحاحين اللي جايين دول، كل الجزء اللي فات ده متقسم عن حقبتين من الرؤى. ركزوا معايا، حقبة منهم شاف الرؤى فيها وهو في العراق في بابل، والحقبة التانية ربنا أخده بالروح وخلاه يشوف رؤى في أورشليم. أصل لسه في ناس في أورشليم، الكل لسه ما اتخدش في بابل، لسه في فوق تالت جاي. حزقيال اتخذ في الفوق التاني، وقبليه دانيال متخذ من الفوق الأولاني، هيبقى فيه فوق تالت كمان. فحزقيال قعد في بابل شاف رؤى، وربنا أخده يروح يشوف رؤى عند الناس اللي لسه قاعدين في أورشليم ويحذرهم من الفوق التالت اللي جاي عليهم. طب الحقبة الأولانية، ركزوا معي عشان نحفظ، الحقبة الأولانية عبارة عن رؤية كبيرة، بعديها وسيلتين إيضاح، بعديها وعظتين، نحفظها كده. والرؤية التانية اللي في العراق اللي في أورشليم، رؤية كبيرة بعديها وسيلتين إيضاح بعديها وعظتين برضو، يعني متقسمين زي بعض. تعال نشوفها ازاي. لما كان في بابل شاف رؤية كبيرة عبارة عن مركبة العرش الإلهي والأربعة حيوانات غير المتجسدين، وربنا نزل اداله سفر أكله وهضمه، وابتدى يقول اللي جواه للناس. الناس ما جابش معهم الكلام، فراح ربنا اداله وسيلتين إيضاح. وسيلة إيضاح الأولانية يعمل مكتة الأورشليم، وسيلة الإيضاح التانية يحلق شعره بدون تفاصيل، يعني أنتم مفروض فاكرين شوية. بعد ما خلص دول الناس برضو ما اقتنعتش، فابتدى يوعظهم في إصحاحين ما قريناهمش، عدينا عليهم بسرعة كده، اللي هم الإصحاح يعتبر السادس والسابع. يبقى تاني، الجزء الأولاني الرؤى اللي شافها وهو في البابل، رؤية كبيرة، العرش الإلهي والسفر اللي بيأكله، وبعدين اتنين وسيلة إيضاح، مكت أورشليم والشعر، وبعدين وعظتين الإصحاح السادس والسابع. راح ربنا واخده بعد كده ووداه أورشليم، شاف برضو رؤية كبيرة عبارة برضو عن مركبة العرش الإلهي، بس شاف على الأرض فساد الهيكل، وإزاي ربنا هيبعت ست ملايكة يأدبوا الناس، وهيبقى معاهم واحد سابع اللي هو المسيح له كل المجد، وازاي بعد كده هيطلع وياخد من مجد المملكة مركبة العرش الإلهي ويحطها في أورشليم. دي الرؤية الكبيرة. بعد كده وسيلتين إيضاح أخدهم المرة اللي فاتت. الأولانية لما قال له اعمل ليك أهبة جلاء، شيل الخيمة والمتاع بتاعتك وانقب سور أو ثقب في السور بتاع البيت بتاعك والحيطة بتاعت البيت بتاعك، واطلع منه، لأن ده اللي هيحصل في رئيس شعبك اللي هو صدقية. تاني وسيلة إيضاح قال له جيب أكل خبز قليل وكله بإيدين مرتعشة وبخوف، عشان الناس يسألوك اللي أنت بتعمله ده، قول لهم علشان هتبقوا في مجاعة لأن هيبقى عليكم حصار. كده قلنا الرؤية الكبيرة وقلنا وسيلتين الإيضاح، يبقى فاضل إيه؟ وعظتين. الوعظتين بقى لهم هنقولهم النهاردة. ركزتوا ولا صعبة؟ لا صعبة، أنا عارف إنها صعبة. يبقى لما كان في بابل وبعد كده راح أورشليم، في المرتين زي بعض، رؤية كبيرة ورؤية كبيرة، هنا مركبة العرش الإلهي وهنا مركبة العرش الإلهي، بس هنا بعد مركبة العرش الإلهي اداله سفر أكله، هنا بعد مركبة العرش الإلهي شاف الفساد اللي في الهيكل وتأديبات الهيكل. بعد كده وسيلتين إيضاح، المكت بتاع أورشليم ويحلق شعره، هنا وسيلتين الإيضاح عبارة عن أهبة الجلاء دي، إنه يشيل الخيمة والمتاع بتاعته ويعمل حفرة في الحيطة وينط منها، وتاني حاجة يأكل أكل بإيدين مرتعشة. بعد كده قال وعظتين قريناهم بسرعة قوي، مرور الكرام الإصحاح السادس والسابع، وهنا برضو وعظتين هنقراهم مرور الكرام في الإصحاح الثلاثتاشر والأربعتاشر. اتفقنا؟ يا رب. طيب الإصحاح الثلاثتاشر، الإصحاح الثلاثتاشر والأربعتاشر دول وعظتين. الوعظة الأولانية في الإصحاح الثلاثتاشر ربنا بيخلي حزقيال يكلم الأنبياء الكذبة اللي بيقولوا للناس مش لازم تتوبوا،
ومش لازم تغيروا من نفسكم، هو ربنا بيحبنا في كل الأحوال، ده لو في ربنا. فربنا راح قال له روح قول للناس الأنبياء الكذبة دول، دول بيقولوا كلام من عندياتهم، أنا ما قلتلهمش يقولوا كده، أنا هأدبهم. ده الإصحاح 13. بس هنا يجي سؤال، مين الأنبياء الكذبة اللي هو بيكلمهم دول؟ يا ترى عنده في السبي ولا في أورشليم؟ في الاثنين بس أكتر في أورشليم. ليه في أورشليم؟ ما احنا قلنا احنا دلوقتي شغالين في المجموعة بتاعت أورشليم، الرؤية الكبيرة، وسلتين الإضاحة بتوع أهبة الجلاء والإيدين المرتعشة، بعد كده الوعظتين دول تبع أورشليم برضو، يبقى الأنبياء الكذبة دول أكتر في أورشليم. فتعالوا نشوف قال له إيه مثلا. يقول في الآية رقم 3، هكذا قال السيد الرب، ويل للأنبياء الحمقى الذاهبين وراء روحهم ولم يروا شيئا. يعني حسب أفكارهم بيكلموا الناس، لكن لا أنا قلت لهم يقولوا كده ولا أعلنتهم يكلموا الناس بكده. ودي تعرفنا إحنا يلي بنخدم أو يلي بنربي ولادنا في البيت، هل يا ترى إحنا بنتكلم من عندياتنا ولا بنشوف كلمة ربنا قصد إيه، ربنا رأيه إيه في الموضوع؟ لأن ممكن يكون أنا رأيي مهما اجتهدته على قدي يحتمل الصواب والخطأ، لكن السيد المسيح لما يقول حاجة بتكون الحق الحق أقول لكم. طيب وبعد كده ربنا بيقول له إيه، أنبياؤك يا إسرائيل كالثعالب في الخرب. يعني الأنبياء الكذبة دول عاملين زي التعالب المكارة اللي عايزين يخربوا البلد. قل لهم لم تصعدوا إلى الثغر ولم تبنوا جدارا لبيت إسرائيل للوقوف في الحرب. يعني إيه؟ يعني إيه لم تصعدوا للثغر؟ الثغرة يعني الفتحة في السور، مش فاكرين لسه كنا خدناها في الرؤية، يقول له اعمل لنفسك ثغرة ونط منها، يعني افهم الفتحة. فهنا بيقول له إن الأنبياء الكذبة اللي عندك ما بيعلموش الناس إزاي يقفلوا الثغرات اللي في السور، ولم تبنوا جدارا لبيت إسرائيل، وما بتبنوش أسوار. إيه المعنى بتاع الحتة دي؟ المعنى بتاع الحتة دي، فعارفين لما بنقول في مزمور 50 ارحمني الله كعظيم رحمتك، بنقول في الآخر ولتبنى أسوار أورشليم. يعني الأنبياء الكذبة ما بيقولوش للناس اعملوا سور ما بينكم وبين العالم. دايما الأنبياء الكذبة اللي عايزين يريحوا الناس دايما بيسعوا في كلامهم يصلحوهم على الدنيا وعلى متاعها وعلى اللي بتقدمه. ليه؟ علشان الناس تتبسط وتحبهم. دايما الكلام الروحي يقولك خلي بالك حط سور، ولو في ثغرة في السور الحق رممها. الكلام ده ما بيجيبش زباين، الكلام ده دايما يخلي الناس ايه، اذا كان فيهم روح ربنا طبعا بيتوبوا ويقربوا على طول، لكن لما يلاقوا الكلام كده يقولوا يعني ده حاجه صعبه، ده مستحيله، ده وهكذا. لكن هتفضل دايما كلمه ربنا وعظ ربنا يفضلوا يقولوا للناس توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. اعملوا اسوار، اعملوا حدود، مش اي حد تكلمه، مش اي حد تخرج معاه، مش اي حد يا بنتي تكتبي له شات، مش اي واحده تاخد رقم تليفونك، مش اي حد يدخل بيتك، مش اي حد يتعرف بعيالك ومراتك، مش اي حاجه العالم بيقدمها هنتفرج عليها، مش اي موضه هنجري وراها. حط اسوار، كلام ما بيعجبش. فالانبياء الكذبة فاهمين كده، فربنا واخد باله قال له خلي بالك هم من النوع اللي ما بيحبش يحط للناس اسوار، وبيحسيب الناس تعمل ثغرات في الحيطه، معنى رمزي يعني. فقال له روح بسرعة وقول لهم لا أنا كلمتهم ولا قلت لهم يقولوا الكلام ده، أنا بقول عكس الكلام ده، فروح وبخهم يا حزقيال. تعالوا عند الآية رقم 10، يقول من أجل أنهم أضلوا شعبي قائلين سلام وليس سلام. يعني بيقولوا للناس خير خير ما تخافوش إحنا في سلام. طبعا ربنا بيقول باين ان احنا عشان في الخطيه هيبعت سبي، قالوا لا 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 احنا في سلام مفيش اي حاجه. عارفين كلمه سلام اللي بتتكرر كتير مش بس في حزقيال، هتلاقيها في اشعياء اللي هو القائدين للناس سلام، يعني يهدوا الناس يقولوا لهم ما تتخافوش مش لازم تتغيروا نفسكم. دي اللي تقدروا تترجموها دلوقتي بلغه العصر كلمه عادي، كلمه عادي اللي بقت مطاطه جدا دي، هي دي سلام. اي حد بيقول اي حاجه نقول له عادي. ايه اللي عادي؟ لا اللبس ده مش عادي، والتاخر عن المروح البيت ده مش عادي يا بنتي، والصحوبيات دي مش عادي، والناس اللي بتكلميهم دول مش عادي،
والموضة دي مش وهكذا. لكن دايما الأنبياء الكذبة أو دايما الفكر اللي عايز يكسب الناس يقول عادي كله سلام، وليس سلام الحقيقة. الحقيقة ربنا وجهة نظره لا ده مش سلام خالص. ما هو كل الناس بتتفرج، أيوة بس مش سلام، مش عادي. ما هو كل الناس عندها الابليكيشن، أيوة بس مش عادي. ما هو كل الناس بتقول وألفاظها كذا ومواضيعها كذا، أيوة بس مش عادي. القائلين سلام وليس سلام. يبقى لو جيتوا تشوفوا صفات الأنبياء الكذبة دايما إيه؟ أولا بيجروا وراء روحهم، يعني بيشوفوا هم عايزين يقولوا إيه ويقولوا. تاني حاجة عمرهم ما يقولوا للناس اعملوا أسوار أو اقفلوا الثغرات. تالت حاجة يقولوا للناس عادي مع إن هو مش عادي. شوفوا يقول إيه بعد كده، وواحد منهم يبني حائطا وها هم يملطونه بالطفال. ده الحيطة بقى مش بتاعت السور اللي كنا نتكلم عليها، حيطة والطفال ده كان مثل عند اليهود إن واحد يقول حاجة والتاني يسقف له. هي ليها بالبلدي يعني تعبير تاني، واحد يعمل حاجة والتاني يعني بيلغوا بعض على حساب الناس، يعني يتفق مع نبي تاني كذاب يقول له بص أنا هقول لهم عبادة الأصنام عادي، يوم التاني يقول له وأنا هقول لهم إن ربنا ظهر لي وقال لي إن هي حلال. بيلاغوا بعض علشان لما يجوا يسألوا ده يلاقوا نفس الإجابة بتاعت ده. فواحد يبني الحيطة والتاني يملطها بالطفال، يعني يمحرها. عارفين المحارة؟ يعني بيتفقوا مع بعض إزاي إيه يسبكوها قدام الشعب، يعني ربنا يحمي الكل. على فكرة الإصحاح ده شبيه جدا بسفر أرمية. قولوا لي ليه؟ لأن الأنبياء الكذبة دول قاعدين في أورشليم، مين أكتر واحد بيعاني منهم؟ أرمية. ما هو أرمية قاعد وسطيهم. فحزقيال لما راح وشاف الجو ده ورجع تاني بلده ابتدى يكتب الرسائل ويبعتها لبتوع أورشليم عشان يدعم كلام أرمية. فنفس الكلام اللي هنا ده تلاقوا حتى نفس المفردات موجودة في سفر أرمية، بيستخدم الطريقة دايما يتكلم الأنبياء الكذبة وأنتوا بتقولوا سلام وليس سلام، نفس المفردات ونفس الآيات. بعد كده الآية 17 يقول وأنت يا ابن آدم فاجعل وجهك ضد بنات شعبك اللواتي يتنبأنا. أتاري فيه كمان كانوا كاهنات وثنيات، احنا شفناها قبل كده دي اللي هم كانوا بيبكوا على تموز لو تفتكروا في الإصحاح الثامن. دول كانوا كاهنات وثنيات، هم من الشعب بس عملوا نفسهم كاهنات وثنيات للأوثان وكانت عبادتهم كلها نجاسة. فبيقولوا دول كمان روح كلمهم يتنبأوا من تلقاء ذواتهن وتنبأ أنت عليهم. بيعملوا إيه الناس دول؟ بصوا برضو بيعملوا إيه. وقل هكذا قال السيد الرب، هيكلم اللي هم السيدات الكاهنات الوثنيات دول، ويل للواتي يخطن وسائد لكل أوصال الأيدي ويصنعن مخدات لرأس كل قامة لاصطياد النفوس. برضو ده تعبير رمزي، يعني بيعملوا للناس مخدات. يعني ده تعبير عندهم معناه ريح الناس، يعني شوف ايه اللي بيخليهم يناموا في العسل ونيمهم، ايه اللي يخلي يخدر ضميرهم وخدره، هو دي طريقة الناس دول. فالصفة الرابعة بقى الأنبياء الكذبة بس المرة دي موصوف بيها الكاهنات الوثنيات، يريح ضمير اللي قدامه، أو بمعنى أصح يخدر الضمير. الإنسان مخلوق بضمير حي وصاحي، والطفل الصغير ده يقدر يميز ده غلط وده صح وده عيب وده ما يقدرش، ويكش قوي من الكذب ويسد ودانه لما يلاقي أبوه وأمه بيزعقوا وما يقبلش يسمع شتيمة وهكذا. ده الضمير شوية شوية يحصل حاجة اسمها تشكيل الضمير. يعني في الأول في حاجة اسمها الضمير النقي الإنسان مخلوق به، في بعد كده تيجي مرحلة يدخل عليها اسمها تشكيل الضمير اللي فيها أولادكم بيكونوا في سن ابتدائي إعدادي. ده تشكيل الضمير، بتنحت في ضميره كده، تعلمه الصح من الغلط، بتشكله. عشان كده دايما أقول لحضراتكم في سن ابتدائي وإعدادي احنا بنقول صح واضحة وبنقول لأ واضحة. حد يقول لأ ما ينفعش نسيب الابن هو اللي يحكم، يحكم ايه؟ هو لسه بيتشكل ضميره. إذا انت ما قلتلوش الصح من الغلط بره هيقول له الغلط صح ويقول له الصح غلط. هو انت مسؤول وامام الله، دي وزنتك. فبتيجي المرحله رقم 2 اسمها تشكيل الضمير، لا ده غلط لا ده صح.
ثم تيجي المرحلة الأخيرة اسمها الضمير الناضج بقى. الإنسان بيكون اتكون عنده الضمير الصالح وتربى من خلال أهله، كنيسته، مجتمعه وهكذا، مدرسته. زمان كان يقول لك الضمير بيتكون إزاي، يقول لك أول دايرة دايرة الأهل، الدايرة اللي وراها دايرة المدرسة، لا الكنيسة الأول، دايرة لسه هو صغير بنوديه الكنيسة، وبعدين دايرة المدرسة، وبعدين دايرة الأصحاب، وبعدين دايرة المجتمع بقى اللي هو الميديا وغيره. دلوقتي العكس بالظبط، أول حاجة بتشكل الميديا، يجي بعديها الأصحاب، تيجي بعديها المدرسة، تيجي بعديها الكنيسة، يجي أخرها الأهل إن شاء الله إذا ما كانوش واعيين. يعني طبعا إذا كانوا واعيين بيمشوا في السكة صح، فبيتشكل الضمير في الآخر، يبقى الضمير الناضج ده. طب الضمير الناضج لو تشكل كويس خلصت على كده؟ لا، عدو الخير يلعب لعبة اسمها تخدير الضمير. تخدير الضمير يعني إيه؟ يعني الواحد الأول عدو الخير يغويه بالشر، إذا استمر فيه شوية يبتدي يخدر ضميره. يعني عارفين يعني ايه حاجه متخدره؟ يعني انت ايديك ساعات لما تقعد كده كتير مش تحس انها منمله، متخضله اسمها متخدله، حتى تيجي بعد كده تلاقي نفسك مش حاسس بيها. اهو كده الضمير برضه، لو قعدت مده طويله بتعمل نفس الخطيه كمان شويه ضميرك ما يبقاش حاسس انها خطيه، حاسس انها عادي، عادي برضه اياها، يعني حاسس انها عادي. طب ايه اللي حصل للشخص ده؟ ضميره اتخدر، يا اما تكرار الخطيه، يا إما المجتمع كله بيعملها، يا إما ما بيسمعش كلمة ربنا كتير، يا إما انقطع عن وسائط النعمة، أيا كان يوم ضميره يتخدر. تيجي مرحلة أخيرة بقى رقم 5 وأسوأهم، اسمها الضمير الإيه؟ الميت، بعيد عنكم طبعا. في المقابل في واحد بقى دايما ضميره صاحي وضميره يقظ وضميره واعي، لكن من الناحية السلبية تخدير الضمير وموت الضمير. أهو ده شغل بقى الوثنيات، الكاهنات، النبيات، الكاذبات، شغلهم جميل قوي التعبير بصراحة، يصنعنا مخدات للرأس. يعني عشان تبقى مرتاح وتعمل الخطية وانت حاسس انها عادي. بعد كده يقول ايه؟ أفتصطادون نفوس شعبي وتستحيين أنفسكن؟ يعني بتصطادوا الناس عشان انتوا تعيشوا. تعيشوا ليه؟ عشان بياخدوا منهم فلوس، فانتوا بتاخدوا فلوس تعيشوا بيها، أما هم فبتودهم للموت. يقول وتنجسنني، أنتوا بتنجسوني عند شعبي لأجل حفنة شعير ولأجل فتات من الخبز، لإماتة نفوس لا ينبغي أن تموت. إماتة نفوس هنا هي اللي بقول لكم موت الضمير، بتموتوا ضماير الناس مع أن المفروض الضمائر تبقى عايشة. واستحياء نفوس لا ينبغي أن تحيا، وناس تانية شياطين بتخلوهم يفضلوا عايشين بالرغم ان هم المفروض يروحوا الجحيم. يعني بتغنوا ناس وبتقول لهم انتوا كويسين وهم يستاهلوا العقاب، وناس تانيين كانوا ناويين يتوبوا بتموتوهم وتموتوا ضميرهم. يقول الآية رقم 20، لذلك هكذا قال السيد الرب. تفتكروا هيقول ايه بقى؟ هكذا قال السيد الرب، ها أنا ضد وسائدكن التي تصطادن بها النفوس كالفراخ. مش انتوا بتصطادوا ولادي وبتقول لهم عندنا حاجات تريح لكم ضميركم؟ أنا همسك المخدات دي أقطعها عن أزرعكن وأطلق النفوس. يعني إيه عن أزرعكن؟ هما كانوا يعملوا مخدات يريحوا بيها، ومكتوب في الحتة فوق وأوصال الأيدي. إيه أوصال الأيدي؟ كانوا بيعملوا حاجات الناس تحطها على أيديها كده. طب إيه الحاجات اللي على أيديها دي؟ كانت بتبقى فيها حاجه زي الحجاب، عارفين الحجاب؟ يقول له خد دي بس، احنا اعمل اللي انت عايزه، احنا هنكتب لك كلمتين تحطهم في ايديك عشان ما يحصلكش اي شر. طب وفي المقابل عيش حياتك، اعمل اللي انت عايزه ودي هتحميك. فكانوا يريحوا دماغ الناس ويقولوا لهم ما تخافش مش هيحصل لك حاجه، فيحطوهم حاجه على الايدين كده، يربطوا لهم حاجات على الايدين. فربنا بيقول انا همزق المخدات وهمزق الحاجات اللي بتحطوها على الايدين دي، واطلق النفوس، حررهم من ايديكم، النفوس التي تصطنها كالفراخ. شوفوا ربنا شايف ولاده ازاي، شايف ولاده ضحايا زي فرخه ملهاش لا حول ولا قوه، وجايين ناس اشرار زي دول عمالين بينقضوا عليها وياخدوها يذبحوها.
فبيقول لهم أنا هخلص فراخي دي من إيديكم، زي ما سيد المسيح قال في العهد الجديد: يا أورشليم يا أورشليم كم مرة أردت أن أجمع بنيكي كما تجمع الفرخة أولادها تحت جناحيها. ففي تعبير الفراخ ده كأنهم ولاد ربنا وهو عايز يجمعه. وأمزق مخدتكم وأنقص شعبي من إيديكم فلا يكونون بعد في أيديكن للصيد، فتعلمنا أني أنا الرب. بصوا الآية اللي جاية: لأنكن أحزنتن قلب الصديق. أنتوا وجعتوا قلبي ووجعتوا قلب الناس القديسين، وأنتوا عمالين بتشيعوا فساد في الدنيا كده. الخادم الروحي والإنسان الروحي يبقى قاعد بيبص على شر، أي شر موجود في العالم أو في أي بيئة محيطة ليه، وقلبه يحزن يحزن. يا أحبائي، لو علمنا كم تحزن الخطية قلب الله، إحنا مش متخيلين أبعدها. قد إيه أنت لما تشوف مثلا حد تهان وتبهدل ومات موتة بشعة قلبك بيوجعك؟ ايوه، عشان حاجه انسانيه تشوفها بعينيك. قيس على كده بقى، بس اضرب في كتير، لما ربنا يشوف واحد بيعمل خطيه بيحزن اكتر من لما واحد يعمل حادثه، لان بالنسبه له اللي عمل حادثه هيروح السماء، بس المشكله اللي بيعمل خطيه هيروح الجحيم. فوجع قلب ربنا هو وجع قلبك لما تشوف او تسمع عن حد اعتدي عليه وتهان واتسرق واتقتل وتشرد ولاده واغتصبه، حاجة مش هتستحمل تسمعها. قد ايه بتحزن وقلبك مش قادر يكمل الحكاية؟ هكذا قلب الله. يوم خميس العهد قال ايه؟ قال: نفسي حزينة جدا حتى الموت. حزينة ايه؟ عشان الصليب يعني؟ قال لا، ده بالعكس، ده من اجل السرور الموضوع امامه احتمل العار مستهينا بالخزي. فهو مش بالنسبة له الصليب هو الحزن، هو بالنسبة له الخطية اللي هيشيلها عن الناس دي هي اللي محزنة قلبه. لأن كنا أحزنتن قلب الصديق، خليته قلبي يتوجع، وقلب أي واحد من ولادي اللي عنده قلب شبه قلبي كده قلبه يوجعه من أي خطية. كذبا بالكذب بتاعكم، وأنا لم أحزنه وشددتن أيدي الشرير حتى لا يرجع. أنا ما بحبش أحزن حد، أنتوا أفعالكم اللي بتحزن الناس القديسين. طيب، ده الإصحاح 13، وقلنا دي بداية الوعظة اللي هتاخد إصحاحين، إصحاح 13 ولا 14. إصحاح 14 وعظة تانية في الحقبة التانية من الرؤى. مركزين؟ تاني عشان الناس اللي لسه جاية، معلش أقولها مرة كمان عشان نصحصح. حزقيال شاف نوعين من الرؤى، رؤى كانت في بابل ورؤية كانت في أورشليم. الأولانية كانت عن مركبة العرش الإلهي، وهنا برضو مركبة العرش الإلهي. بعد كده وسيلتين إيضاح شافهم في العراق، وبرضو في وسيلتين إيضاح شافهم في أورشليم. بعد كده وعظ وعظتين في إصحاحين، إصحاح 6 وإصحاح 7 في العراق، ودلوقتي هيوعظ وعظتين في أورشليم. خدنا أول وعظة، هنخش على تاني وعظة. عرفتوا إحنا فين شوية؟ هفضل عيد وأزيد لغاية ما هنحفظ، مش هسيبكم. فجاء إلي رجال من شيوخ إسرائيل وجلسوا أمامي. فاكرين لما قلنا في الإصحاح الثامن إن في بعض الشيوخ جم قعدوا عنده ياخدوا درس كتاب عنده في البيت بتاعه، وقلنا دول ناس إيه؟ شكلهم فيهم أمل. بس ساعتها قلت لكم خلي بالكم عشان هيطلع ما فيهمش أمل ولا حاجة، هما جايين يسمعوا الكلام من حزقيال، قال يعني هنعرف منك كلمة ربنا، بس هنا ربنا هيفضحهم قدام حزقيال. جاء إلي رجال من شيوخ إسرائيل وجلسوا أمامي. هو كان عنده بيت وعنده زي جنينة قاعد فيها، جم ناس كبار شيوخ وقاعدين قدامه هيعملوا درس كتاب، هيسألوه قاعدة روحية يعني. فصارت إلي كلمة الرب قائلا: يا ابن آدم، هؤلاء الرجال قد أصعدوا أصنامهم إلى قلوبهم ووضعوا معصرة اسمهم تلقاء أوجههم، فهل أسأل منهم سؤالا؟ يعني بص يا حزقيال، دول جايين يقعدوا معاك بس أصنامهم جوه قلبهم وخطيتهم قدام عينيهم، يعني هم شايفينها، بمعنى ان احنا عايزين يعملوها حاطينها قدام عينيهم، يعني دي رؤيتهم دي غرضهم. فتفتكر يعني هم جايين يسألوك سؤال لله؟ يعني هل جايين يسألوني انا سؤال؟ جايين يسألوا سؤال لله مش جايين يسألوا سؤال لله؟ فهم جايين وناويين على اللي في قلبهم، زي واحد يجي يقعد مع ابونا بس هو عايز ابونا يقول له رد معين،
طب وإذا أبونا ما قالش الرد المعين ده يشوف أبونا تاني. طب وإذا لقى الآباء بيجمعوا على نفس الرأي يقول لا مش قادرين يفهموني قوي، يفضل يدور لغاية ما يدور على حاجة لترضيه. فين وفين لقى حد راح قايل له الحاجة قال هو ده بقى. ففي كده في حد تاني يقول لا أنا هصلي وربنا هيتكلم على لسان أبويا، وأنا بطاعتي حتى لو كانت الحاجة مش في محلها طاعتي ليها ربنا يحولها الخير. ده إيمان بقى. فيروح وقلبه مستعد، مستعد قلبي يا الله مستعد قلبي، أنا جاي عشان أخد إرشاد زي ما نيقوديموس راح للمسيح، زي ما كرنيليوس سمع بطرس وهكذا. لكن النوعية دي ربنا قالوا لا، هم مش جايين يسمعوا رأيك أو رأيي، هم جايين في حاجة في قلبهم وحاجة قدام وجوههم، أصنامهم في قلبهم وخطيتهم قدام وجوههم. لأجل ذلك كلمهم وقل لهم هكذا قال السيد الرب، كل إنسان من بيت إسرائيل الذي يصعد أصنامه إلى قلبه ويضع معصرة اسمه تلقاه وجهه ثم يأتي إلى النبي فإني أنا الرب أجيبه حسب كثرة أصنامه. يعني طالما جاي وحاطط في قلبه أصنام وخطايا، لما يجي بقى عايز يسأل نبي أنا هجاوبه بحسب الأصنام اللي في قلبه. يقصد هنا النبي مين؟ مش حزقيال. هم كانوا بيروحوا بالخطايا اللي في قلبهم دول يروحوا ياخدوا آراء الأنبياء الكذبة، فيقول لهم إحنا عندنا أصنام، يقول لهم ماشي أصنام كويسة، إحنا بنعمل خطايا اعملوها عادي. فربنا بيقول مش هم حاطين في قلبهم إن كده كده مش هيسمعوا غير إن الأصنام كويسة والشر عادي، طب أنا هسيب الأنبياء يقولوا لهم كده، هم الأنبياء أصلا أشرار برضه، خليهم يعيشوا هم الاثنين في الفساد ده. هتقول يعني يا رب أنت بتخليهم يغوا بعض؟ لا، دي اللي قالها ربنا على لسان القديس بولس في روميا 1، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض لكي يفعلوا ما لا يليق. يعني يسيبهم ياخدوا بقى إيه الخطية لغاية آخرها علشان لما هو يقدم بعد كده يفوقوا عشان يحسوا إنها مش عادي. فكانوا الشعب بني إسرائيل قد وصل في الخطية إن لو حد قال له ارمي الأصنام مش هيرمي الأصنام ولا هيعمل حاجة، وبيقعدوا يدوروا على النبي اللي يقول لهم الأصنام حلال. طب هيسيب النبي يقول لهم الأصنام حلال؟ وهم الاثنين في الآخر يقدبهم، بس مش للموت لن يسلمهم، يقدبهم عشان يتوبوا. ده هيقول كده دلوقتي، لكي آخذ بيت إسرائيل بقلوبهم لأنهم كلهم قد ارتدوا عني بأصنامهم. لذلك قل لبيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب. عشان كده بقى بص في حزقيال، اللي يجي يسألك منهم قل لهم ما عنديش غير كلمة واحدة، يقولوا لك إيه؟ توبوا وارجعوا عن أصنامكم وعن كل رجساتكم، اصرفوا وجوهكم. يعني ما تحاولوش تطلعوا مني أنا بقى رأيي يتمشى معاكم برضو، لا أنا ما عنديش غير كلمة واحدة، توبوا وشيلوا الأصنام من قلوبكم واصرفوا الخطايا من قدام وجوهكم، ما عنديش حل تاني، ما تحاولوش تطلعوا مني رأي مختلف. باستمرار رأي ربنا توبوا. توبوا أحبائي مش معناها واحد يبطل خطية بس، كلمة توبة باليوناني اسمها ميتانية اللي جاء منها كلمة مطانية. ميتا يعني تغيير، نية يعني النية، تغيير النية. التوبة يعني تغيير النية. طب ودي معناها ان انا كانت نيتي شريرة وعايزة تبقى كويسة؟ مش بس كده، نيتي كانت كويسة وعايزة تبقى احسن، نيتي كانت احسن عايزة تبقى احسن جدا. الانسان في حالة تغيير مستمر بنسميها حياة التوبة. فدايما هتلاقي وعظاتنا في الكنيسة، كتاباتنا، كتابات الاباء، بساتين الرهبان، اقوال القديسين، كله بيتكلم يقول ايه؟ يلا تغير للأحسن. عمر ما هتلاقي وعظة بتقول انت كده زي الفل خلينا زي ما احنا، بس اثبت، بس اثبت على الوضع اللي انت فيه. مفيش حد بيبقى عايز يثبت في الوضع. تخيلوا لو قابلت واحد طفل ثابت ما بينموش تقول كتر خير الدنيا انه ما بيقصرش؟ لا، هو طالما ما بينموش يبقى فيه مصيبة. زرعة بتسقيها كل يوم ما بتطولش، ما تقول مش كتر خيرها انها ما ماتتش، لا المفروض بتطول بتكبر. فالانسان في حاله نمو مستمر وتوبه فعاله مستمر، وهتفضل الكنيسه ده لسان حالها، وهنفضل احنا كخدام كلامنا لاولادنا دايما ايه؟ يلا نبقى افضل، يلا نبقى احسن، يلا نحب ربنا اكتر، يلا نحب اللي حوالينا اكتر.
يلا نتشبه بشكل المسيح اكتر، وعمر ما حد هيفضل هيوصل لملء اقامه المسيح، فاحنا باستمرار عمالين بنتغير. فهنا ربنا قال له هم جايين وحاطين في دماغهم حاجه، هسيب الانبياء بتوعهم يقول لهم ان اللي بيعملوه صح، اما انت لما يجوا يسالوك ما عندكش غير كلمه واحده، توبوا وشيلوا الاصنام من قدامكم. بعد كده ايه، تعالوا نقرا الايه رقم 12. وكانت الي كلمه الرب قائله. الشيوخ دول مشيوا بقى، الشيوخ دول حزقيال مسكهم وقال لهم الكلمتين دول في الجزء اللي انا ما قريتهوش، بس بعد كده يقول ايه، وكانت الي كلمه الرب قائله يا ابن ادم ان اخطات الي الارض وخانت خيانه فمددت يدي عليها وكسرت لها قوام الخبز وارسلت عليها الجوع وقطعت منها الانسان والحيوان. اذا الارض بتاعت اورشليم دي عماله تعمل خطيه يا حزقيال، بيشهدوا يعني الارض بتاعت اورشليم بتعمل خطيه، وانا هاجي وقت وهقطع عنها الخبز وهخليها يبقى فيها مجاعه، والانسان والحيوان هيصيبهم الموت والتعب لان خطيتهم فيهم. فيقول له بعد كده وكان فيها هؤلاء الرجال الثلاثه نوح ودانيال وايوب فانهم انما يخلصون انفسهم ببرهم يقول السيد الرب. يعني بصوا افهموها معناها ايه، يعني بيقول له ارض اورشليم دي مليانه خطيه وانا هجيب عليها الجوع والوباء وان الحيوان والانسان هيتادب، وعايز اقول لك لو قاعد وسطيهم نوح نفسه وايوب نفسه ودانيال نفسه وعمال بيشفع فيهم انا مش هشفع فيهم، انا هاخد الثلاثه دول اخلصهم لان هم ابرار، بس بقيه الشعب لازم يتادب. ليه؟ بعد كده هيظهر له هنقراه، لان هم مش راضين يتوبوا، مش راضين، هم اللي في قلبهم في قلبهم، فشفاعه ايوب ولا نوح ولا دانيال هتنفع فيهم حاجه؟ مش هتنفع فيهم، لازم هم يكون عندهم استعداد للتوبه عشان الثلاثة القديسين دول صلواتهم تشفع فيهم. يعني واحد مثلا يروح يعمل عملة سودة، رايح يسرق مثلا، يقول له رب بشفاعة ماري جرجس، في حاجة اسمها كده؟ أو يروح لأبونا يا أبونا صلي لي عشان هزور ورقة مثلا، في حاجة اسمها كده؟ فهو بيقول له زوقف دانيال وزوقف نوح وزوقف أيوب يصلوا عن الشعب ده، أنا مش هقبل صلواتهم لأن طلباتهم كلها شريرة وهم عايشين في الشر. طب حد يجي يقول اشمعنى اختار الثلاثة دول؟ نوح أولهم، نوح كان عايش وسط شعب فاسد جدا، لما كان بيبني الفلك قعد أكتر من 100 سنة بيبني الفلك وبيحاول يوعظ الناس كل يوم، الناس بتعدي عليه بقى لهم 100 سنة، يعني حضر أجيال من البشر يعدوا عليه، بتعمل إيه؟ يقول لهم ربنا هيقلب البلد وهينزل طوفان هيدمر الدنيا عشان خطاياكم، يلا توبوا. قعد 100 سنة يقول للناس توبوا. البشر اللي عدوا عليه قد ايه؟ لو بمعدل واحد بيعدي عليه كل يوم يبقى قول 300 في السنة، اضرب في 100 سنة، ده بشر كم ناس وحذر كم ناس وفي الاخر ما حدش سمع له. فربنا جاب مثال نوح اللي حاول يحذر الناس وما حدش سمع له في الاخر. وبعدين راح جايب مثال ايوب. اشمعنى ايوب؟ فاكرين ايوب لما اتقال عنه انه كان بيقدم ذبايح وتقدمات عن ولاده، فيقول لعلهم اخطاوا ولا حاجه وانا ما اعرفش او هم مش واخدين بالهم فبقدم عنهم هم ذبايح. ايوب الشفيعه ان يوعظ عياله ويصلي عنهم، ونوح كان كده يوعظ الناس ويصلي عنهم، بس في الاخر حصل ايه؟ الطوفان نزل وربنا بالرغم ان نوح انسان بار لكن الناس فضلت خطاه، وأيوب عمال يشفع في اللي يشفع لكن في الآخر اللي مات سواء بخطيته هيروح الجحيم أو سواء من غير خطيته هيروح السماء، لكن أيوب شفاعته غالية وكبيرة، بس عشان تأثر في الشخص لازم يكون هو نفسه عنده نية للتوبة. التالت اختار دانيال، ودي بقى غريبة. ليه غريبة؟ دانيال بالنسبة لحزقيال ده لسه عايش، ده زمل، ده معاه في السجن في السبي، لان هو في نفس بابل وجه قبل حزقيال ب8 سنين. بس هنا نلمح حاجه بصراحه، اول ما المح يعني المح اتضاع حزقيال، يعني حزقيال المفروض دانيال ده شريكه في الخدمه الرسوليه، الخادم اللي معاه في الفصل،
بس شوف بيتكلم على دانيال ازاي، حطه في مصاف ايوب ونوح الابرار، يعني شايف صاحبه اللي معاه في الفصل ده انه حاجه عظمه جدا، وانه كبير قوي، وانه عمال بيتشفع في الناس، وانه انسان قديس وبار، زي ما اتقال على نوح بار، وزي ما اتقال على ايوب كان برا اكثر من كل الذين على الارض. ودانيال فعلا ما اتقالش في حياته انه غلط غلطه، كان انسان بار، السفر بتاعه كله ما تذكرلوش غلطه واحده دانيال ده. فحسقيال بالرغم انه صاحبه وزميله والاثنين مع بعض في السجن، لكن شايف دانيال ده مميز قوي. طب اشمعنى برضه اختير دانيال جنب نوح وايوب؟ لان نفس دانيال برضه في الاصحاح التاسع في سفر دانيال فضل يصلي كتير قوي عن شعبه، ويقول له يا رب دي خطيتي بس ارحمهم، رجعنا يا رب من السبي اللي احنا فيه ده، ما تخليش نبوخذ نصر يموت الناس كل يوم. فسواء نوح او سواء ايوب او سواء دانيال كانوا الثلاثه رجال شفاعه، رجال وعظ ورجال شفاعه، رجال وعظ ورجال شفاعه. فيقول له ايه؟ إن عبرت في الأرض وحوشا رديئة فأثكلوها، يعني هبعت على أرض أورشليم دي وحوش تشرد الناس، وصارت خرابا بلا عابر بسبب الوحوش، وكان في وسطها هؤلاء الثلاث رجالة اللي هم دانيال وأيوب ونوح، فحي أنا يقول السيد الرب لا يخلصون البنين والبنات، هم وحدهم اللي هم دانيال ونوح وأيوب يخلصون والأرض تصير خاربة. فهمتوا الفكرة؟ يعني بالرغم ان فيها ثلاث أبرار لكن برهم وشفاعتهم ووعظهم مش بتأثر في الناس. يجي الآية 21، لأنه هكذا قال السيد الرب كم بالحري إن أرسلت أحكام الرديئة الأربعة على أورشليم. إيه هي الأحكام الرديئة اللي ربنا هيبعتها على أورشليم؟ سيف وجوع ووحش رديء ووباء لأقطع منها الإنسان والحيوان، أنا هبعت الحاجات دي على أورشليم. فأكيد حسقيال بيقول يعني ربنا بيقول حتى لو فيها ثلاث رجالة كويسين أبرار زي نوح ودانيال وأيوب، ربنا ناوي يبعت الأربعة دول والناس كلها تموت. فربنا بسرعة لحقه وقال له فهوذا بقية فيها ناجية تخرج بنون وبنوات، هوذا يخرجون إليك فتنظرون طريقهم وأعمالهم وتتعزون عن الشر. قال له بس في شوية ناس لسه فيهم أمل، دول هخرجهم. اوعى تفتكر ان انا يعني بتعامل مع الناس باكج كده واحده، لا، لو في كام واحد كويس هطلعهم، زي ما ايام ابراهيم لما ابراهيم شفع في سدوم وعموره فقال له يا رب لو فيه كام واحد كويس طلعهم، قال له دور لو لقيت، وفي الاخر ما لقاش غير يدوبك لوط ومراته بالعافيه. دي كان فيها يعني عارفين موبايل لما يبقى شاحن شرطه، هي كان فيها شرطة، حتى لما طلعت اتدورت بصت برضو عينيها في الفلوس وفي الشهوة تحاول، بس طالما لسه فيها أمل ربنا وافق إنها تخرج عشان يبقى خدت كل الفرصة. فلوط خرج ومراته خرجت وبناته، دول اللي كان فيهم أمل، بس الباقي هي زي ما هو بيقول دلوقتي هبعت على أورشليم السيف والجوع والوحش والوباء، لكن في بقية مش ممكن أسيبها تتخذ في الرجلين. وتتعزون عن الشر الذي جلبته على أورشليم عن كل ما جلبته عليهم، ويعزونكم استرون طريقهم وأعمالهم فتعلمون أني أنا لم أصنع بلا سبب. الناس الكويسين اللي هينجوا في الآخر دول هيعزوكم. عارف أنت لما تلاقي مجتمع ودنيا كلها مش كويسة بس تلاقي في اتنين منورين حلوين كده قلبك يتعز، هي الدنيا لسه بخير برضو، في ناس بتدي للغلابة، في ناس بتسأل عليا وانا تعبان، وفي ناس افتكرتني لما غبت، ده الدنيا لسه بخير، تقوم قلبك تتعزى. فالإنسان الروحي لما يشوف كل الشرور قدامه بس يلاقي فيه بقية ناجية يقوم يقول الحمد لله الدنيا لسه بخير. فاكرين إيليا برضو لما حس ان كل الناس أشرار، ربنا قال له لا، في 7000 ركبة لم تنحني لبعل، ما تقلقش، انا ليا شاهد دايما في كل مكان، وفي ناس لسه قلبها يجي منه حاجة تطمن الواحد. ولعل ان احنا عايشين بصلوات هؤلاء الناس اللي بيصلوا عننا ومختلفين عن اللي حواليهم، يا رب نكون وسطيهم. هل انا نفسي اكون من البقية الناجية؟ على فكرة كلمة بقية لو قعدت تتبعها في سفر حسقيال هتلاقيها كتيرة،
وفي كل الانبياء دايما تلاقي ربنا بيقول تك تك خبط خبط خبط، ويجي مره واحده يذكر كلمه من اتنين، ركزوا هتلاقوها دايما، يا اما يذكر كلمه بقيه ويقول عليها كلام كويس، يا اما يذكر كلمه لكن وبعد كده يقول كلام كويس، لكن هعود ارحمكم وهجمعكم تاني وهكذا. كلمتين دول مفاتيح للانبياء. دايما الانبياء تلاقي ويلات وتوعدات من الله بسبب الخطيه، بس في حته في الاخر يقول في قليلون بقى هيجدوا الباب الضيق، كثيرون يعبرون من الباب الواسع، رحب هو الطريق الذي يؤدي الى الهلاك وكثيرون يدخلونه، وضيق هو الطريق المؤدي الى الحياه الابديه وقليلون هم الذين يجدونه. فدايما هتلاقي الاصحاح طويل يتكلم على ويلات في الانبياء كلهم، مش بس حزقيال واشعياء وارميا وكله، والانبياء الصغار كده، وتلاقي في الاخر باراجراف كده في كلمه بقيه او في كلمه لكن، هتلاحظها تلاقيها كتير. الاصحاح ال 15، فاكرين لما قلنا احنا قدام، معلش، قدام مجموعتين كبار من الرؤى، مجموعه اتشافت في بابل ومجموعه اتشافت في اورشليم. احنا كده خلصنا المجموعه اللي اتشافت باورشليم بالوعظتين اللي في اخرهم. من اول الاصحاح ال 15 للاصحاح ال 19 كل اصحاح هنلاقي فيه تشبيه، تشبيه، ونطلع منه في الاخر بعبره او بفايده. صح، ال 15 فيه تشبيه، صح، ال 16 تشبيه تاني، وهكذا لغايه ال 19. طب وهنا ربنا بيكلم اللي في بابل ولا اللي بيكلم في اورشليم؟ بيكلم الكنيسه بشكل عام. يبقى تاني، من الاصحاح الاول للاصحاح السابع كانت رؤى خاصه ببابل، بالناس اللي في السبي في بابل. من اول الاصحاح الثامن لحد هنا الاصحاح ال 14 رؤى خاصه بالشعب اللي موجود في اورشليم، وعرفنا انهم متقسمين دول زي دول، رؤيه كبيره وسلتين ايضاح وعظتين، وهنا برضو رؤيه كبيره وسلتين ايضاح وعظتين. خلصناهم كده في الاصحاح ال 14. من اول الاصحاح ال 15 للاصحاح ال 19 كل اصحاح قائم بذاته، بيدي رساله تنفع الكنيسه بشكل عام او المؤمنين بشكل عام. تعالوا نبتدي اول واحده، ده اصحاح صغير نلحق ناخده. وكان الي كلام الرب قائلا، يا ابن ادم ماذا يكون عود الكرم فوق كل عود؟ يعني ايه؟ يعني شجره الكرمه اللي بتطلع عنب، العود اللي فيها، عود الكرمه ده، ايه يميزه اكتر من اي عود؟ يميزه انه بيطلع كرمه. الكرم بالنسبه لهم ده حاجه جميله جدا وحاجه غاليه جدا، وبيتعمل منه عصير الكرمه الجميل جدا. فايه اللي بيميز عود الكرمه؟ انه بيطلع كرمه. فبيقول له ايه اللي بيموده، ايه اللي بيميزه فوق اي عود او فوق القضيب الذي من شجر الوعر مثلا؟ يعني لو جبت شجره وعر وخدت منها غصن، وخدت غصن من شجر الكرمه، ايه اللي يميز ده عن ده؟ بتاع الكرمة مطلع عنقود عنب، بتاع الوعر ما بيطلعش. بس خلي بالك ان بتاع الوعر خشبه ناشف، ينفع يتعمل منه ترابيزة ولا كرسي. ليه بقى؟ شوفوا هيقول ايه ربنا. هل يؤخذ منه عود لاصطناع عمل ما، او يأخذون منه وتدا ليعلق عليه اناء ما؟ يعني الفرع بتاع الكرمة لو ما طلعش عنب، هل ينفع ناخد الغصن ده ونعمله معاملة شجرة الوعر، نعمل منه ترابيزة؟ لا، الغصن بتاع شجر الكرمة رقيق قوي وطري، هو شغلته الوحيدة انه يطلع كرمة. لو ما طلعش كرمة، ها، لا يصلح بعد لشيء، لانه حتى لو قال طب معلش ما طلعتش كرمة بس ينفع اتعمل خشب، لا، ما بيتعملش خشب، هو يطلع كرمة هيتحرق. هنشوف معناها ايه، يعني لعل انتوا تصورتوه. هوذا يطرح اكلا للنار، يعني لو ما جابش عنب مش هنلاقي له فايده، نرميه للنار. تاكل النار طرفيه ويحرق وسطه، فهل يصلح لعمل؟ هوذا حين كان صحيحا لم يكن يصلح لعمل ما، ده حتى لو كان صحيح بس مش مطلع عنب، العود بتاعه طري ما ينفعش يتعمل بيه حاجه يتعلق عليها او ترابيزه او حاجه خشب. فكم بالحيري لا يصلح بعد لعمل إذا أكلته النار فاحترق. فدلوقتي مصيره النار، وطبعا لو النار أكلته يبقى فعلا ملوش أي لازمة. ربنا عايز يقول إيه من الحتة دي؟
عايز يقول ان الانسان المؤمن عامل زي اغصان الكرمه. فاكرين السيد المسيح لما قال انا هو الكرمه وانتم الاغصان؟ العالم او الامم يرمزوا لشجر الوعر، خشب ناشف ما بيطلعش كرمه، ما بيطلعش عنب، لكن بيتعمل ترابيزات. الانسان المسيحي شغلته يطلع عنب للناس، يطلع عنب، والعنب دايما رمز للفرحه او للارتواء او لاسعاد الاخر، كمان رمز للحب الكرمه. فشغله الانسان المسيحي يطلع كرمه، ما طلعش كرمه حتى العود بتاعه مش هيجيب حاجه. يعني ايه مش هيجيب حاجه؟ بصوا احبائي، احنا من ساعه ما تعمدنا واحنا بقينا طبيعه قديسين، شغلتنا نعمل عمل القديسين. لو ما بقيناش قديسين احنا حتى مش هنبقى شبه اهل العالم. فاهمين اقصد ايه؟ هات واحد مثلا مسيحي تقي قديس وبعدين ابتدى يمشي في سكه الغلط وابتدى يقول طب وماله، نقلد الناس، شويه غش على شويه كذب على شويه خطايا وايه ونتبسط شويه. اقول لك لا هتتبسط ولا هتعرف تعمل زي اهل العالم. انت طبيعتك مختلفه، يوم ما هتغش هتتمسك، يوم ما هتكذب هتتقفش، يوم ما تيجي تعمل شهوه هتكره نفسك. ليه؟ عشان انت طبيعتك تجيب كارما. طالما ما بتطلعش كارما ما تحاولش تبقى عود خشب، مش هتنفع. الخشب للخشب والكارما للكارما. فهمتوا الفكره؟ عشان كده السيد المسيح قال ايه؟ انا هو الكرمة وانتم الاغصان، كل غصن فيا لا ياتي بثمر اقطعه، وكل ما ياتي بثمر انقيه لياتي بثمر اكثر. عشان كده واحد من الاباء قال حته قول انا بحبه قوي، قال لك سيظل الانسان المسيحي في حيره الى ان يصير قديسا. يعني ايه الكلمه؟ يعني الإنسان المسيحي يفضل في حياته في حيرة كده، أقلد الناس ولا أبقى قديس زي ما القديسين ماشيين؟ لا القداسة صعبة، طب أقلد الناس شوية، لا ما تبصش، طب أعمل كده شوية، يفضل كده إيه؟ في حيرة، إلى أن يستسلم ويكتشف إن طبيعته مش عارفة تمشي في الاتجاه ده خالص، فيستسلم ويصير قديس، يقول خلاص هبقى قديس وخلاص بقى. طبيعتك اللي أنت واخدها في المعمودية ما بترتاحش غير كده، أنت ما بترتاحش غير بقعدة الخلوة والقداس والبخور وصورة ماري جرجس والمطانية. انت تصممت على كده، هي دي الطبيعة اللي تحس نفسك مرتاح وتلاقي نفسك راضي عن روحك وبركة في بيتك، مش تهيؤ، مش بتوهم نفسك، انت طبيعتك متمشية معنا كده. بتلزق في الكرمة، انت غصن وشغلتك تلزق في الكرمة عشان تجيب عنب. لكن لو جردت نفسك من كده وحاولت تتبسط انبساط العالم، لا انت هتتبسط ولا العالم هيقبلك، ولا هيقبلك، هو بيقبل شجر الوعر زيه. ما تحاولش تشيل الكرمة وتقولها بقى حتة خشبة شبهه هيشغلني معاه، مش هيشغلك، مش هتشتغل، مش هتمشي. شكلك مميز قوي انك مش زيه ومش من نفس توبه، وما بتستحملش احتمال شجرة الوعر. انت انبساطك في حتة تانية وشغلتك تفرح وتحب وتدي كرمة. لذلك هكذا قال السيد الرب، مثل عود الكرم بين عيدان الوعر التي بذلتها أكلا للنار كذلك أبذل سكان أورشليم. يعني الكرمة دي هي سكان أورشليم، هم دول ولادي، بس للأسف مش راضين يجيبوا كرمة ومصممين يبقوا زي الوثنيين بتوع الوعر، فهيبقى نتيجتهم إيه؟ يقطع ويلقى في النار. وأجعل وجهي ضدهم، يخرجون من نار فتأكلهم نار فتعلمون اني انا الرب. ايه يخرجوا من النار يدخلوا على نار؟ دي مراحل السبي. السبي الاول يخلص هيفضل في سبي تاني لغايه ما يستسلموا ويصيروا قديسين ويبتدوا يجيبوا عنب. في الكتاب في ثلاث تشبيهات حلوين السيد المسيح قالهم ورا بعض للانسان المسيحي. اول حاجه قال الكرمه، تاني حاجه قال النور، ثالث حاجه قال الملح. أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض، أنتم الكرمة أو أنتم أغصان الكرمة. الكرمة يعني تفرح اللي حواليك،
نور يعني تعرف الناس الصح من الغلط، ملح يعني يقول لك ليكن كلامكم مصلحا بملح، ملح تدي طعم للدنيا، تدي طعم ازاي؟ بكلامك المشجع، بالسلام اللي عمال تشع وسط الناس، باللغة اللي مختلفة اللي بتظهرك، لغتك تظهرك لغة مختلفة عن اللي حواليك، انت ملح بتدي طعم. اذا كان العالم فيه فساد ويقول الى اكثر فساد، فانت الملح اللي بتحفظ العالم من الفساد، دورك انك تقاوم الفساد. فاحنا لينا ثلاث تشبيهات يا احبائي، ده دورنا برضو. نفس الكلام الملح، السيد المسيح انتم نور العالم وانتم يقول اذا ايه، اذا فسد الملح فبماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء، يطرح خارجا. ما تقولش مثلا عشان الملح مش هينفع نملح بيه، طب نستخدمه مثلا سكر، مش هينفع سكر، طب نستخدمه مش، لا هو طالما فسد ما يتاكلش خالص، يترمي، لان هو متصمم بطبيعه عشان يبقى ملح، مش يعرف يخلع توبه، مش يرفع يلبس توب تاني. انت دورك وانبساطك وهدفك اللي ربنا عمدك علشانه انك تكون كرمه تفرح، تكون نور يرشد، وتكون ملح يحفظ العالم من الفساد. فتعلمون اني انا الرب حين اجعل وجهي ضدهم واجعل الارض خرابا لانهم خانوا خيانه، يقول السيد الرب. ده الاصحاح ال15، وزي ما اتفقنا من اول اصحاح 15 للاصحاح 19 كل مره هتلاقوا فيه تشبيه، وبعد كده نطلع منه بقيمة روحية معينة. تصلح لمين؟ تصلح لأي حد مسيحي مؤمن من ولاد ربنا، يعني مش بقى لبتوع بابل زي السبع إصحاحات الأولانيين، ولا زي بتوع أورشليم بتوع السبع إصحاحات اللي وراهم، لا، من أول هنا لغاية الإصحاح 19 تصلح لأي حد، زي ما خدنا المثل بتاع الكرمة الجميل ده في الإصحاح 15. نكتفي بكده لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.